السلام عليكم. في قصة حصلت في تونس عام 2008، وهذه القصة يعني رسالة إلى بعض مدراء المدارس، خصوصا من النساء مديرات المدارس الصعبة القاسية. هالقصة عن حارس المدرسة اسمه عبد الإله. عبد الإله هذا يعمل حارس في مدرسة الابتدائية بسد بورقيبة من عام 1982 قديم. يمرون عليهم مدراء المدارس، هذا شير جديد، هذا ينتقل، هذا كذا، ومدرسين جدد، طلبة جدد، وإنسان خلوق ومحترم وهادئ جدا جدا، يعمل بصمت وما له شغل بحد، يؤدي عمله وخلاص. إلى أن جاء عام 2000 تعينت مديرة للمدرسة اسمها سهام. سهام صاحبة شخصية قوية، وهذه سهام بشهادة الجميع طورت كثير في النظام المدرسي، من التزام المعلمين والطلبة كانت شديدة عليهم، وكذلك لها بعض الأعمال الخيرية، لكن مع ذلك فيها قساوة، وهذا تلاحظون كثير في بعض مدراء المدارس ومديرات عنده قساوة، وبصراحة يعني مو طبيعية، كأنه يعتقد أنه رئيس وزراء، كأنه ما يدري أنه بأي لحظة ممكن ينقلونه، ممكن يتقاعد، حتى ما حد يسلم عليه ولا حد يطلب وجهه، يعني يتعسف في الإجراءات والصلاحيات زيادة عن اللزوم، البعض طبعا مو كلهم. المهم هذه سهام كانت شديدة، وكانت بالأخص شديدة على عبد الإله الحارس. نظف كذي، سو كذي، روح كذا، روح مني، جيب كذا، سكر الباب، افتح الباب، ودائما تشد عليه، ودائما كانت تنتقد شغله. رجل كبير، يعني كبير بعمره وخدمته وخلاص، وهذه جاية نشيطة، والرجل تعب، وإذا ما ينفذ الأوامر راح يتم فصله ويعل أسرة كبيرة وعياله وكذا، ويعني ما يقدر يستغني عن هالوظيفة هذه، وعمر مرتاح، تجيه واحدة الحين توها شباب وصايرة مديرة مدرسة وتضغط عليه لدرجة أن تخليه يقدم استقالته، فصار يتحمل ساكت، تضغط عليه تضغط عليه من سنة 2000 إلى عام 2008، ولا يوم شاف منها تعامل سلس أو تعامل لطيف، دائما كانت تعامله شوي بشدة، وهذا يتحمل 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 إلى يوم الأيام كان متعود أنه يطلع يعني رأس مال من الأشجار المزروعة حوالين المدرسة. لما تجي الشجرة تموت مثلا، شجرة قديمة وماتت، يأخذ هالشجرة يقصها ويقطع الحطب ويبيعه. فكانت في مجموعة من الأشجار قالت لعبد الإله أبيك تقص هالأشجار المتيبسة كلها، ماشي؟ قالها إن شاء الله حاضر. ما عندهم، بالعكس هم بسط عشان بياخذهم بيبيعهم. تقول لحظة شوي، شوف أنا أدري إنك تأخذ الحطب وتبيعه، لكن في واحد حالته المادية تعبانة، فأبيك تشارك أنت وياه في الحطب، يعني نص لك ونص له. أوه زعل، قال له بس يا أستاذة أنا طول عمري وأنا
أزرع بهالشجر وأنا اللي أعتني فيه، ولما تموت الشجرة أنا أخذها وترزق الله أبيع الحطب هذا. ليش يجي واحد من برا وياخذ تعب السنوات؟ أنا ترى من 82 هني. قالت له قول أنت من 82 تاخذ راتب، تفهم ولا لا؟ أنت حارس مدرسة مو مدير مدرسة، اسمع الكلام ولا ترد، يعني لا تردني مرة ثانية. قالها ماشي، نفذ، لكن كانت في غصة بقلبه. راتبه ضعيف جدا ويعتبر بيع الحطب هذا يعني كأنها بونص سنوي يجيه، كان ينبسط عشان يشتري فيه حاجيات أولاده وكذا. الآن لا، هذا قام تدخل حتى في رزقه. سكت، نفذ الأمر ولا تكلم، حزن وحطها في صدره. يوم من الأيام قالت له روح جيب لي الآلة كاتبة هذه نفس الطباعة وانقلها من المكتب الفلاني إلى المكتب الثاني اللي هناك. قال إن شاء الله. راح شال الطابعة وكانت ثقيلة، فيدوب قادر إنه يشيلها، يمشي شوي شوي وهي واقفة في الممر وبجانبها أحد المعلمين. فعبد الإله سمع الأستاذة سهام تضحك بصوت كأن فيه سخرية منه، تضحك هي والمعلم، حس إن هالضحكة هذه عنا أو يعني هني صار فيه. قال لا أنا خلاص، دام الموضوع وصل للسخرية والإهانة وأنا أصلا ضعيف حال وفقر وديون وبلاوي وهذه جاية حتى في الراتب القليل جدا تعذبني، أنا بنهي حياتي. راح ودى آل الكاتبة ورجع إلى الدراجة النارية اللي يسوقها، هو ما عنده لا سيارة، عنده دراجة نارية ينقل فيها عياله للمدارس ويا الله يوصل لدوامه ويفتح علبة التانكي أو اللي هو خزان الوقود اللي في الدراجة ويعبي قطعة قنينة مات مياه ويروح لأحد المعلمين. قال ممكن ولاعة؟ قال اي تفضل، اشتب فيها. قال لا بس بشرب سيجارة، بس بروح بعيد عشان ما حد يشوفني وانا ادخن. قال تفضل، خذ الولاعة وقنينة الوقود هذه ودخل فيها الى مكتب المديرة. ايش سوى اول ما شافها؟ قال انت خلاص، انت كرهتيني في الحياة، كرهتيني بنفسي وفي الشغل وانا اصلا بروحي تعبان منهار طول عمري وانا حارس وانا وضعي مزري، وتجين انت تأمرين علي وتهينيني وتغلطين علي وتحاسبيني وتشدين علي حتى في رزقي. ويكب القنينة الوقود على نفسه والباقي يرشه على سكب على منه، على المديرة، وهي صارت تصرخ عليه اهجمت عشان تبي تدفع يوخر عن الباب علشان تهرب، لكن على طول شغل هالولاعة ومسكت النار فيها. اطلعت من مكتبها والنار مولعة بجسدها وتصرخ أو تركض بين الفصول تبي أحد من المعلمين ينقذها ولا. المهم شافها أحد المعلمين، صار كل واحد فيهم يفسخ الجاكيت ماله والقميص وصاروا يطفون النار. جاء منه عبد الإله، هو أصلا ناوي إنه يقتلها وينتحر، فقام وولع بنفسه وراح يركض تجاه المديرة وصار يبي يحضنها علشان يبي يولع فيها وبنفسه.
فقاموا المعلمين كذلك أبعدوه وطفوه، يعني أخمدوا النيران اللي كانت ماسكة في جسده وكملوا أخماد الحريق في المعلمة أو المديرة المدرسة، وطاروا فيها للمستشفى. كانت نسبة الحروق فيها تتجاوز 45%. المهم دخلوها إلى غرفة العمليات وحاولوا ينعشونها وكذا إلى أن فارقت الحياة. ما لكم بالطويلة، عبد الإله أصيب بحروق لكنها حروق بسيطة، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وهذه نصيحة لكل مسؤول، مدير مدرسة، مدير في وزارة، في شركة، في شغل، مدير مطعم، لا تضغط على الموظفين، وخصوصا لما تعرف ان الراتب هذا اللي انت جالس تتحرش فيه وتحاول تقطع رزقه فيه، ان هذا ممكن هو شريان الحياة بالنسبة له، اللي يصرف فيه على نفسه وعلى أولاده وعلى علاج زوجته ولا علاج أحد أطفاله. يعني أنت قاعد تلعب بعداد عمرك. أطلب من الموظف الشيء المعقول ولا تتعسف بصلاحيتك، واتق الله في الناس، وأنت أصلا نهايتك يا متقاعد يا ميت وما حد يدري عنك. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.